ستر يا الله خرجك يا رب الرحمة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. قل يا شيخ لقيتوها؟ لقينا. لا الحمد لله ولقيتوها. لقينا يا جودر، ما تعرفوا ايش ربون. جودر. بنتك هربت مع مبروك. هربت مع مبروك؟ مش معقول، مش معقول يا شيخ. من وين كلت الكلام؟ من وين كلت الكلام؟ والله اني كنت اكلمك على لسانه. بعد خليني. انا وصيت مدام جالي تمام؟ ومسكون وذاهم في طريق واتم فيها لعندي. يا الله ضحتيني. سويت الله يقيك يا شبيكة. سويت الله يقيك يا شبيكة. ما ضحتيني الله يرضيك يا شبيكة. أبا والله لك ظلم المذنين. ماشي لما نتأكد يا جماعة. ما تتأكد؟ ما تتأكد افتيني. جوثر اسمع، بتأكد انا بلا نام فضيحة تمام ولا لا؟ احنا نزوجها على هذا اللي اسمه مبروك تمام؟ تسمعنا؟ نزوجها على مبروك وخلاص، ما انساش الفضايح. وانت فكر شي تنبول ذحين لعندي ورد لي خبر. تسمع تسمع يا شيخ. يلا هربا هربا شبيكة، هربا. لا حول ولا قوة الا بالله. عوض ابن الشيخ طفح، هذا مغرور 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 من زمان يا شفيقة. تخيلي هو يآمننا زي العبد وأنا أتفرج على كل ما يفعله وما عاد ساكتوا. ولا ما ساكتوا؟ ما وطي ما وطي، في أنا أبوك، في أنا روح، أنا تربيت في بيت الشيخ طفح وعاد أنا قاهله من بعد ما قتل بي وأنا صغير، وعاد أنا ووالدتي ما تنقهروا على بي بعده بشهر، ومن يومها وانا اتمنى اليوم يجي لي انتقم لبي، واعتقد ان هذا اليوم اتى. ما قصدك؟ ما قصدي، انا بساعدك يا شفيقه وبروح للضابط وابلغ عن كل جرائم طفاح وابنه. الضابط الجديد مش مثل الضابط الذي قبله، حتى طفاح خايف منه لانه رفض يرتشي من طفاح وتل فرصه اتن. لو تساعدني يا حارث فك لي، خليني اروح عند ابي. لا يا شفيقه لا، بقائك هنا دليل قوي من شان يضبط عوض متلبس بجريمته. يا شوتر يا شوتر، انا شاك وكلام طفاح. خلينا بلغ ضابط الامن. تبلغ ضابط الامن تشتي الناس يفضحونه، تشتي فضيحتنا تبقى على كل اللي شنبت من قريه، تشتي الناس كلهم يعرفون. يا بتاني عرب عليك، يا ليتها كانت ماتت بعد نوريا، يا ليتها كانت ماتت مثل نوريا، ولا فضحتنا بين الناس وكتر الظهري. يا ليتها ماتت، يا ليتها. كل ذا يطلع منك يا بشيكة، كل ذا يطلع منك يا بشيكة. والله العظيم ما توكلت ذا يطلع منك، والله ما توكلت ذا يطلع منك. شوتر شوتر اسمع كلام الشيخ طفاح، اسمع كلام الشيخ طفاح وزوجها على مبروكه، وبعدين خليه يطلقها وروحها عند امها واسترها واسترنا. قسما بالله يما، وقسما بالله يابا، قسما بالله على اقتلها، والله على اقتلها. ما تحبك تخرج بين الناس. صوت ام بوجيك، صوت ام بوجيك. زي ما قلت لكم مليون مره، بنات اليومين دول ما لهمش امان يا شوتر، قلت لك بيعملوا عمايل سودا. بقول لك ايه يا شوتر، خدها نصيحه مني واسمع كلام زنبقه. زنبقه قالت الصح، جوزها للي ما يتسمى مبروك واخلص من الفضيحه وداري عاره. اختلفت انت وزنبقه على كل حاجه من لما جيت البيت هذا، واتفقت على فضيحه شفيقه، واتفقت على فضيحه شفيقه. لا انت لا سمعتوا كلامك يا زنبقة، ولا قفتوا لا تعيشين عندي، ولا قفتوا لا تعيشين. شوتر شوتر دحين ما قررت يا خال، والله لما تقتل اقتلها واقتلها مبروك، والله لا اقتلهم، والله لا اقتلهم. انت وخالك، انت وخالك تشو تفضحوني، انت وخالك تشو الناس يعرفوا فضيحتنا. خلونا نقطع بعد كلام شيخ طفاع ونعقد لنا مبروك وبعدها يقع خبر. يلا قوموا قوموا يلا قوموا. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا بنتي، حسبي الله ونعم. وحده وحده، الموضوع هذا خطير. وشك تفهمني هو وحده وحده؟ ايش اللي يخليك متاكد انه اللي قتل نوريا عوض؟
يا فندم اصلا انا لما شفت باقس في الطريق لما كان مختطف نوريا ويقحت تباف من طريق اجيت بيت الشيخ طفاح، والشيخ طفاح بساعتها قال لي تعال ورينا لما كان اللي دخلها فيها، فبكنا انا وياه لا هناك واجينا حصلنا نوريا مقتوله في الارض والمسدس في يد عوض وبقواره باقس وقارئ. كلامك متناقض يا حارث، انت قلت ان الجثه في العشه واحنا جينا وشفناها في الوادي. اصلا يا فندم الشيخ طفاح امر باقس وقارئ يبزن الجثه ويخفناها برا عن قريه، راحوا دبزن بها الوادي. نرجع لموضوع شفيقه، كيف خطفت؟ والله يا فندم الموضوع ده ما اعرفش عنها كثير، لكن اللي عرفه ان شوتر قتل عند الشيخ طفاح ويتوسله يقول له يبحث له عن بنته شفيقه انها ضاعن. الشيخ طفاح بساعته شك في الامر، قال ممكن تكون عند عوض، كان عوض فعلها. بساعته امر احنا قال احنا روحوا للعشه حق عوض وتاكدوا ان شفيقه هناك، اجينا حصلنا شفيقه موجوده عند عوض هناك في المشيه. افترض انه كلامك صحيح وانك قررت انك تساعد شفيقه، ليش ما هربتهاش؟ يا فندم علشان انت تجي وتمسك عوض وهو متلبس بجريمته. يعني البنت ما زالت موجوده في العشه الى الان؟ ايوه يا فندم، ضروري نروح ننقذها الان. اكيد لازم نروح. جهز لي امر من النيابه لمداهبه عشه عوض. طيب وليش بالمره ما نجيب امر بالقبض على طفاح؟ طفاح؟ طفاح لا. تحرك. انت اسمعنا ولا لا؟ ما شاش منك ولا كلمه واكتر رايك. تمام نكملنا اكيد. تبوس مرتك توديها مش اللي جهزت لكم اياها. تسمع ولا لا؟ ولا سالك اي واحد من اهل القريه لما هربتون؟ كلهم مشان السباب ابوها. اتيت لهم من باب رفضنا، تفهم ولا لا؟ يمين بالله يا مبروك، يمين بالله انا اقول لك لا خرج منك كلمه كذا ولا كذا، يمين بالله لا اوريك يا ويلك مني. تفهم ولا ما تفهمش؟ كابتن كابتن خلينا نداري فضيحتنا. يا شوتر اهدا لما نتاكد، وانت يا جعفر اهدا. كل شيء واضح يا خالك، اهدا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله. والله لا قلت لك المبروك، والله لا جعفر، والله لا اوريك، والله ما راعتك جعفر. لا ما هو ده يا جعفر، اجلس. اسمعوا يا جماعه، مبروك ضحوته وقد صلح غلطه، وانت غلطت يا شوتر ما اعتالك من باب ورفضته. اسمع الا لا، دحين خلاص صلح غلطه ويتزوج شفيقه. ما قلت يا شوتر؟ قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا مبروك، موافق وامري الى الله. خلاص انفقي، انا كذا وصيت له ودواتي وفي طريق. تمام نعقد له ويبوز مرته. تمام تمام يلا. والله والله انا قلت يا مبروك، وانا مش موافق على الزواج، مش موافق. ما انا ابنك كذا يا شوتر. جعفر جعفر مالك؟ فين بايكو؟ بايكو اقتل نفسي ولا اطعنها ولا احط نفسي تحت السياره ولا اني اعيش ذيل يا باقص. انا داري ان دمك حامي وانت معذور، والله ورب الكعبه معذور، بس مش انت اللي تموت، الار اللي يموت. ما قصدك؟ ما قصدي النار ولا الار يا جعفر. النار ولا الار؟ النار ولا الار؟ النار ولا الار؟ تم عشاء يا فندم. داهي ما فيش حد يا فندم؟ ها قبل شوية دحين يا فندم كنت أنا وياه هنا، فين راحت؟ اختفت، ما درانا. حول ولا قوة. امسكوا وتعالك. فين شفيقة؟ شفيقة فين شفيقة؟ رابط الشيخ طفاح. خذوه. وانت ارجع لبيت الشيخ طفاح وتكلمني بأي حاجة تحصل أول بأول لشفيقة من غير ما حد يدري بك. حاضر يا فندم. يلا خلاص مبروك ذا،
إذا أنا زوجك من اليوم تسمعين على كتاب الله وسنة رسوله. الله ورسوله بريء منك ومن ابنك عوض. زانك ليش على قصان لما تتأدبين؟ تسمعين لا؟ قلت لك لاش انت عيشين أنسين ما قرى. تسمعين لا؟ ولا يمين بالله العظيم ذا أنا أحلف لك يمين ما كنت دافنوك إلا أنا بيديني تع. تسمعين لا؟ مبروك يمين بالله لا سمعت منك كلمة كذا ولا كذا. تسمعين لا؟ ولا تحاول تهرب من القرية؟ تمام يمين بالله ما كنت دافنوك إلا أنتم مثلين مفهوم؟ حارث يا حارث. يا شيخ يا الحارث ما حدتش من الظهر يا شيخ. خلاص اسمع قصهم ودوهنهم عشم جديدة اللي جهزت لهم ياها. تمام لا؟ واجلس هناك عند باب احرسهم يلا. حارث اعترف بكل شيء، انكارك يزيدك تورط بالجريمة. انا مش اعترف لك بكل حاجة، بأوض وبا قسم من خطف نوريا وأوض اللي قتلها، لكن انا مش اخطفة امرحان لحال اخفي مقصة. وشفيقة من خطفها؟ شفيقة خطفها واقتصبها أوض. صح انه مش اخطفها كان مش داريو، بس لما دري خطف مبروك علشان يقول ان شفيقة هرب معه وامر باقس انه يمدم سلاح للقافر. ليش؟ علشان قافر يغسل عاره ويقتل شفيقة. خليه يصوم على قوله. عسكري اندر خذوا الحجز، جهزوا لي امر القبض على طفاق. ايوه الان نتحرك الان. احتمال شفيقة قد تعرض للقتل. يا صرخة الاعراض دوي دوي جلجلي هز الجبال. اين المروة والشهامة وصرخي اين الرجال؟ اهدئي يا شفيقة، لا تخافي يا شفيقة، أنت ما زلت في نظري شفيقة الذي أعرفها العفيفة النظيفة الطاهرة، وما حصل ليش لا يمكن يغير نظرتي لا عندش أبدا، لأن أنت ضحية. اسمعي يا شفيقة، احنا لازم نهرب الآن من هنا، باخذش مكان أطمن عليش واروح أبلغ الشرطة. حارث راح يبلغ الأمر. حارث؟ كيف توثقي في حارث؟ حارث هذا واحد من زباني الطفاح، كيف توثقي فيه؟ لا يا مبروك، حارث ضحية مثله مثلك. اسمع يا مبروك، موقفك ده شام، بس أنا اشتري منك خدمة. عمري أنا جرع عند بي. مستحيل أبوش الآن وأخوش جعفر في حالة غضب، الآن هم مقهورين وأنت ما تعرفش قهر الرجال. لا ضروري اسمع مني الحقيقة، ضروري اشرح لها الحقيقة يا مبروك. يا شفيقة أنا أخاف يقتلوش. يا مبروك أنا الآن في نظرهم متهمة وضروري برئ نفسي، ضروري قل لنا الحقيقة. الله يخليك ساعدني يا مبروك، ساعدني. طيب خلاص سمعي، أنا الآن بخرج أغاوي بأساس وانتي توكلي على الله وأنا أتلحقش. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بروح للسكن والحق بسرعة. عوض اخرج يا عوض. عوض ما فيش حدا يا بندم. شوتر ارحم نفسك، اذكر الله يا شوتر. حرام عليك، اكل حاجكم كلك شيء. انت من امس ولا اكلت ولا حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يسامحها اللي كانت السبب. ابا شفيقي ابا ابا وعد لك وجه تجي لهنا، عد لك وجه لهنا بعد اللي سويته. اكل اللي تم حياه
ولسه كان انت هنا مش كفايه اللي عملتيه في ابوك الغلبان يا هانم؟ سدى العيال اللي اختصماته. حرام عليكم، مالكم على اللي فيها مكفيه. الحمد لله على السلامه شفيقه. شفيقة بريئة، وعوض ابن الشيخ طفاح واللي بزها وطابة زي ما وطب نور يا بنت زخيم. لكن أنا رحت الأمن وبلغت عن جميع جرائمه. صحيح عارف عم شوتر؟ يا عم شوتر، بنتك ضحية، الشيخ طفاح احتجزني وعذبني وأجبرني إن أنا أقول إنها هربت معي، ويشهد الله وأنا أشهد إن بنتك عفيفة طاهرة نظيفة. وشهدوا يا ناس، يشرفني ان انا اتزوجها على كتاب الله وسنه رسوله. يعني شفيقه بريئه؟ والله ان قلبي كان حاسس، والله ان قلبي كان حاسس. شيخ جعفر موتي موتي لعل الموت ارحم يا حسبك من كلام الإفك والبهتان والخطف والسجان والأخ والطلقة الجريئة. يا ناس يا رب كريا، أصحب أصحب، أوقف الطفاح عند حتى. أيوة أوقفوا طفاح عند حدا. ما عدشن ما عدشن، طفاح استباح أرضكم واستباح أرضكم. ما عدشن، يلا يلا أوقفوا عند حدا. يلا يا جماعة طيب أمولي وخارجتك منها يا أوض. تمام. ومصيبة ثانية خارجتك منها يا أوض. تمام. يمين لا نكلمك، لا بيت لي مصيبة ذعذة. يمين بالله يا أوض ما أكون إلا ذابعوك، تفهم إلا لا؟ تمام تمام. إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ، اللي حصل ما يتكررش. أنت ما دخلك، ما دخلك أنت، أنت السبب، أنت اللي مسخته أنت. والله وقسما ورب كعبة ما هو أنا يا شيخ، هو اللي مسخنا، حتى علمنا شرب حشيش. باكاس حسيدي وعيني. حشيش حشيش يا أوض. انت خزع علي، انت عار عار علي يا عوض. انا كنت شاكل رجال مش تعبني مشاكل. يا شيخ يا شيخ، جعفر قتل اختي شفيقه يا شيخ، واحنا من القريه كلهم ماتين لهنا. كيف احنا القريه كلهم ماتين لهنا يا شيخ؟ ابا اكيد جنا واطين يمسكونا بها، واطين يمسكونا بها. يلا نهرب يلا نهرب. ابا والله بيخ. اجلس اجلس يا هبل، خلي احنا نحيد ماشون، خلي احنا نحيد ماشون. تسمع لنا؟ ما معاكم ماشون؟ ها
اليوم يوم حساب يا طفاح، يوم حساب يا طفاح، واول حساب شرف شفيقة، شرف شفيقة اول الحساب، ودم من وريهم حساب الثاني. شوتر سخيم اسكتون. نسكت؟ سكتنا سنين سنين واحنا ساكتين وانت تتكلم، واليوم لا، اليوم احنا نتكلم وانت تسكت يا طفاح. انا ما عمل بمياد حسابك عندي يا وط. أمعكن فاتشن من الشيء؟ نشتم قصاص يا طفاح، نشتم قصاص يا طفاح. قصاص 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 حسابك اندي اسمع يا مين بالله لا رب تكون على مناخل تسمع ولا لا؟ يا مين بالله انا الشيخ طفاح تسمع ولا لا؟ يا بتحيك غرور يا طفاح، المناخل اللي ربطت احنا عليها سنين وزمان اقم يوم اللي ترتبط فيه انت. يلا ربطوه فلتوه، انا الشيخ طفاح، انا الشيخ طفاح، انا طفاح، وده كمان ربطوه مش انا نوري فلتون، انا الشيخ طفاح يمين بالله لا اوريكم، يمين بالله لا اوريكم، انا الشيخ طفاح تسمعوا ولا لا؟ اليوم تتصل سخيم سخيم لا سخيم، خلينا نسال في مظالم ببنت السنبدة، نقتلك وابنك عوض يحيد ولا نقتل ابنك عوض وانت تحيد؟ عشان تعرف قهرم قلب على مولد، حرقة مروح على مضنة. بس بناتنا بريات ومن هالمكرم، خلي على لك تصل بناتنا. خيب سلبوهم لنا، هذا عملنا وكل واحد أخذ حقه بيده، الدنيا بتصبح فوضى. القانون يأخذ لكم حقكم عشان ما تصيروش نسخة ثانية من طفاح. أنتم أصحاب حق، لا تضيعوش عدالة حقكم بباطل الانتقام خارج القانون. قانون؟ وين كان القانون ذا؟ وين كان القانون ذا يوم ما أخذ حقنا وأتكلفنا؟ وين كان القانون ذا يوم طفاح أخذ حقنا ومهلنا؟ وين كان القانون ذا؟ وين كان القانون ذا يوم طفاح أهلنا وأكل مهلنا وأخذ قراشنا وربطنا عرض النخل؟ وين كان القانون ذا؟ وين كان القانون ذا يوم طفاح دهتنا دهتنا وهلنا؟ وين كان القانون ذا يوم طفاح جهل عيالنا وأخذ أموالنا؟ تقول القانون خذ القانون حقك ذا وعيش فيه مثل ما تشتي أنت وذولا، لكن إحنا اللي عيشنا طفاح سنين بقانون واحد، قانون النطف ومسجن ومعذاب. خلينا اليوم ننتقم لأعراضنا ولحقنا بنفس القانون اللي عيشنا بذات طفاح، قانون صليب. شاطر الضابط عنده حق، احنا نشتي القانون، نشتي سيادة القانون يطبق على الجميع صغير وكبير. احنا بدون سيادة قانون ولا شيء، يخرج من بيننا ألف طفاح. يا فندم أقبض عليهم. طفاح هذا أمر من النيابة بالقبض عليك بتهمة الممالأة والتستر على جريمة قتل نوريا وجريمة اختطاف واغتصاب شفيقة. أباكي جريمة يا فندم، حبسة حبسة للناس في سجنها الخاص، جريمة جريمة يعاقب عليها القانون. وفي جريمة ثانية، قام الشيخ طفاح بجمع أموال من أهل القرية باسم مشاريع، مشاريع كلها وهمية، وهذه مستندات، مستندات وإثباتات أنه استلم الفلوس من أهل القرية كلهم. تفضل يا فندم. باقي تهمة، تهمة تحويل المباني الحكومية لمنشآت خاصة، ولا أنا غلطان يا طفاح؟ العيادة قريبة يا حضرة الضابط، تعالوا شوفها بنفسك. حتى أنت يا جماعة. خلاص يا عمدة، ما بقاش فيها لا جمعة ولا سبت، بقى في قانون هو اللي حيعرف شغله معاك. الجرائم هذه بيشوف فيها القانون، بينظر فيها القانون في المحكمة. عوض، في معنا أمر من النيابة بالقبض عليك بتهمة قتل نوريا واختطاف واغتصاب شفيقة. وكمان في تهمة تانية يا فندم، مزاولة مهنة الطب بشهادات مزورة وتعريض حياة الناس للخطر. معك إثبات بالكلام هذا؟ أيوة، هذه أوراق رسمية من جامعة القاهرة تأكد أنه تم فصله في السنة الثانية ما تحصلش على شهادة. فين حصلت عليها؟ هو أنا ما قلت الكوش، أصل عميد كلية الطب اللي كان بيدرس فيها عوض في القاهرة يبقى قريبي، وأنا عملت حتة اتصال صغنن قد كده وهو اللي جاب المعلومات والوثائق دي.
هاشل يا أواب، هاشل. أبا 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 سامحني، خليك تمشي يا أبا، خليك تمشي يا أبا، اسموني لا اشتبروا كل ضعيف وذليل، كانوا يضربوني وأقول شد يا الله، كانوا ياخذوا حقي وأقول شد يا الله، عمري كله أشوف أقول شد يا الله، ولما هتك أرضي عرفت إني عايش في غابة وتحولت الوحش داخل على من؟ على أختي، أختي الوحيدة ظلمتها وقتلتها وبيدتها وسرقت المجرم، المجرم اللي حولني المجرم، أرجوك أرجوك يا ضابط خذ خذ يدي وخذ لي العدالة. تفضل. لا دعاك الهم يا غالي دعاني، همي همك همي همك كل ما عانيت عاني، لا دعاك الهم يا غالي دعاني، همي همك همي همك كل ما عانيت عاني، اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك انت مني من كياني.